السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. ثلاجة المكيف اللي بتسبب كتير من المشاكل وتلف للكمبروسر ومشاكل كبيرة جدا في الدايرة، هنخصص عنها الحلقة النهاردة، وبعد كده هنبقى نعمل حلقة عن تنظيف النظام بالكامل. وزي ما حضراتكم شايفين كده، كل الرواسب اللي خارجة من الكمبروسر دي سببها التلاجة. هنروح مع بعض نشوف ازاي هننظفها بكل سهولة ويسر، ويلا بينا نشوف حلقتنا بالتفصيل. المنظف اللي هو السائل بتاع التنظيف رقم 11، وهنعمل كمان مرة غسيل عشان واضح ان المبخر او التلاجة مليانة رواسب. مهم جدا طبعا، انت شايف انا بحاول اغسل ايدي بالمية على طول عشان البخار اللي خارج من المادة دي مضر جدا بالجلد. افضل شيء تلبس جلافزات مخصصة لكده. المشكلة ان انا ما بعرفش اصور واوقف الكاميرا وافصلها وانا شغال ولابس الجلافزات. هننظف تاني. هلاقي في النهاية الكمية اللي خارجة معايا قليلة، وطبعا بفضل اغسل لحد ما يخرج معايا سائل التنظيف ابيض بالشكل ده كده. اهو سائل التنظيف ابيض وشفاف اهو. كده يبقى انا اطمنت ان كله تمام والدايرة اصبحت نظيفة. ادي سائل التنظيف اهو شفاف، واتأكد تاني ان مفيش اي سائل تنظيف في الدايرة. اهو اللي خارج معايا في شريون 12،
بعد كده الافضل ان انا اغير كل الربرات، مش هضيع مجهودي ده عشان ربر مبلغه بسيط بخلة صغيرة خشب طبعا، وهبدأ اشيل الربر. هعمل كده عشان اوسع المكان بتاع الربر، يا رب يكون ظاهر. هو احط الخلة في الخلف كده اهو الشكل ده، واشيل الربر او المطاط بالراحة. اهو اتشال معايا بكل سهولة. وابدأ بتغيير الربر العلوي والسفلي، وانضف المكان كويس. هختار نوع الربر المناسب وهبدأ في التغيير قبل ما اركب الاكسبانشن فالف او صمام التمدد اللي نضفناه مع بعض وعملنا له الصيانة الشاملة والكاملة. ده نفس المقاس تقريبا، وندور على المقاس ده. ده اكبر شوية. ده اكبر. تقريبا. ومهم جدا قبل ما اركب الربر لابد ان انا استخدم الزيت، طبعا زيت اللي هو زيت الفريون اللي انا هستخدمه في دائرة التبريد عشان اقدر اثبت او اركب الاكسبانشن فالف ويدخل في مكانه. لابد ان انا اضع زيت على الربر وزيت على المداخل نفسها اللي هيدخل فيها الاكسبانشن فالف او صمام التمدد. والربر الصغير هضع عليه شوية زيت من هنا. وكمان هاجي على الاكسبانشن فالف، الاتجاه هو ده، هضع على المدخل نفسه زيت بالشكل ده كده. وهنا نفس الامر، الفه كده على المدخل وابدأ في التركيب واحدة واحدة. يمين وشمال كده وفوق وتحت لحد ما يدخل معايا صمام التمدد. اول ما يثبت معايا ابدأ اجيب المسمار او المسمارين دول واربطهم. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.